دلوقتي عايزة أخد وجهة نظر حضرتك في ما يقدم من أعمال. بتتفرج على التلفزيون، بتشوف مسلسلات، بالتأكيد عند حضرتك رؤية خاصة لأعمال بعينها، شايف إنها كانت كويسة تتناسب مع المعطيات المتاحة، أو هل في أعمال أزعجتك بشكل ما وشايف إنها لا، ما كانش المفروض أن يقدم هذا العمل؟ صراحة آه اتفضل. عايز انا اتكلم لا بصراحة. كلم براحتك يا فندم. طيب المجتمع المصري ده مجتمعي، ده اللي مفروض احط ايدي على الامراض اللي فيه والعيوب اللي موجودة في الشارع المصري ده واعالجها، او بلاش اعالجها، اعرضها. لما اجي اقدم عمل درامي، لانه الدراما في مصر الناس كلها بتتفرج، يعني شهر رمضان او بره رمضان الناس بتقعد تتفرج وبتاخد فكر ووعي وثقافه من هذا العمل الدرامي الاعلامي اللي بيتقدم. فانا مهم قوي الشارع المصري شكله ايه اقدمه، واقدم العيوب اللي موجوده او مشكلات المجتمع. يعني حضرتك الاعمال اللي بتقدم دلوقتي ملهاش علاقه بالشارع المصري، ضرب النار والقتل والانفجارات، واحد يقتل ابوه ويحرقه، حاجات ملهاش علاقه بمجتمعنا نهائي. واذكر انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في اجتماع من ضمن الاجتماعات اللي كان فيها نجوم نقاط. الفن وكده، قال لهم ده ملوش علاقه بمجتمعنا، لا زمان ولا دلوقتي، الأعمال اللي بتقدم. فأنا بقولك من خلال رؤيتي، يعني احنا ما عندناش البلطجة اللي حصل في الشارع المصري دي، حصلت أيام حكم الإخوان، أيام الفترة اللي حصل فيها النكبة بتاعت 2011 دي، حصل البلطجة انتشرت في الشارع المصري وبعدين راحت اختفت بعد ما السيد عبد الفتاح السيسي حكم تولى الحكم. يعني الدنيا بقت أأمن وأمان والبلطجة راحت. ليه أنا بزرع البلطجة في الأعمال بتاعتي دلوقتي؟ يعني حضرتك عندك تحفظ على نوع الدراما اللي بتقدم في الفترة دي. النوعية مش ملهاش علاقة بالمجتمع. طيب، يعني التساؤل الأخير في الوقفة الممتعة دي مع حضرتك، لو حبيت أعود بالدراما زي ما حضرتك طرحت إنها ملهاش علاقة، أعود بها إلى إنها تكون ليها علاقة بالمجتمع أو أقدمها بالشكل اللي يتسق مع المجتمع، إيه أهم عناصر المفروض تكون موجودة في العمل الدرامي؟ الكتاب، الكتابة، لأنه هو ده أساس العمل الدرامي، الكتابة. احنا كان عندنا عباقرة بيكتبوا في المجتمع بتاعنا شكله ايه، الله يرحمه أسامة عمر عكاشة، الله يرحمه محسن زايد، الله يرحمه محفوظ عبد الرحمن. عندنا تاريخ وعندنا رصيد مهم جدا في مصر يتقدم. أنا ليه بدور على الأشكال بتاعت الأجانب والخارجي؟ ايه ليه؟ ما انا هنا مصر مليانه وعندنا فعلا قوانين وسلوكيات وعندنا مبادئ وقيم مهم قوي ان انا اقدمها في الدراما بتاعتي، مهم جدا.